محاولة رباطية في هذه الأثناء، فرصة والهدف الأول. العاصمي يتقدم على الطريق يوسف لسريع واتسون، بينما هنا كرة فرصة وليعقوب يعلن عن ركلة جزاء في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، إعادة مجددا للكرة الماضية هنا، اليد اليسرى لمحمد سعود، اليد اليسرى كانت واضحة لمحمد سعود، واليعقوبي يقر بركلة جزاء لفائدة الرياضي. زكريا حذريف والتعادل للرجاء الرياضي عن طريق زكريا حذريف من علامة الجزاء. تكون هذه ركلة جزاء، بينما الفتح الرباطي سيواصل بنفس الأداء وبنفس النسق. مشاهدي الكرام، الحكم يقول ركلة جزاء، الكبير بين الرجاء الرياضي والفتح. هذه الإعادة مجددا، لمسة اليد من جانبي اسماعيل. نعم 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 نعم، لمسة اليد هنا الحاضرة من جانب اسماعيل، والحكم اليعقوبي لم يتردد في الإعلان. الواني يتقدم